بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم البنات، اليوم راح نقدم لكم كعكة البنان سهلة وخفيفة خاصة في فصل الصيف. نبدأ معكم. عندنا 200 غرام تاع فارينة، عندنا 100 غرام تاع سكر، زوج بيضات، 125 غرام دو بور فوندو زبدة ذائبة، بيبيت دو شوكولا، هذاك نوا دو بيكون للتزيين. وعندنا 3 موزات، 3 بنانات، زوج نديرهم نخدم بيهم وواحدة نديرها ديكوراسيون. وعندنا الميكسر، واللي عنده الميكسر تاع البصلة والثوم يخدم فيه نورمال. هنا هاو الميكسر، هنا حنبدا معكم ان شاء الله باذن الله. نبدا نحط زوج بيضات، وما نساوش الفاني والخميرة بنات، والبلاطي يعني درت له لوبور. وهنا راح نحط زوج بنانات نحطهم، نقيهم ونقصهم دي غوندال وحطهم في الطاس. هكا نزيد نقصو الثانية، هكا نقصو الدوزيام ونروحو لها السكر، 100 غرام تاع سكر. نفرغ السكر هنايا، نقفلو الميكسر تاعنا، ما نساوش ساشي تاع فاني، نفرغو فيها ساشي تاع فاني ونقفلو الميكسر تاعنا هكا باه الخليط يتخلط مليح، يترحى مليح. هنا نبداو نخلطوه مليح، نرحيوه يتخلط كلش في بعضه. هنايا نحلوه واش نضيفو له، نزيدو له هاو تخلط مليح، المزيج ياو مليح، نزيدو له 125 غرام تاع زبدة، يعني 125 غرام تاع زبدة ذائبة باردة البنات. ونسيت ما قلت لكمش على كريم ليكيد، واللي يحب يدير لا يوغت ناتوريل يديرها، ولا لا كريم فريش نديرو دو كويير، يعني زوج مغارف تاع ماكلة تاع كريم ليكيد ولا ثلاثة. أنا ساعات ندير زوج ساعات ندير ثلاثة، باسكو دي فوا المغرف ما تهزش مليح. ونزيد نضيف الفارينة، 200 غرام تاع فارينة، يعني 200 غرام تاع فارينة ولا 200 غرام دو فارين. البنات هنا ما نساوش بلي احنا شعلنا الفور تاعنا في 180 درجة، وكي نحطو الكاتو تاعنا نردوه في 150 160. هنا نزيد نحط ساشي تاع ليفيغ شيميك، يعني خميرة الكاتو، ونخلط الخليط بين سباتول ولا باسكو البنان يثقلها يثقلها ما تخليهاش تدور. ندخلوا الفارينة مع الخليط، ما خافوش بلي تهبط ولا ما تهبطش، هذا ماشي كيك تاع عيد ميلاد، هاي نورمال تجيكم كيكة خفيفة. وهنا نخلطها، هنا البنان تنمو ثقل ما يخليهاش تتحرك مليح تتخلط مليح. ومن بعد نروحو نجيبو نطفيو ونجيبو اون سالادي، يعني طبق كبير نحطو فيه للخليط تاعنا، نزيدو نمزجوه مليح نخلطوه مليح. هنا في الرخاء نحاول بالعقل نفرغ الخليط تاعي، على بالي البنات الفيديو مطول والهضره ماهيش قد قد، هاي اول مره نحل قناة واني سما ما تضحكوش عليا وما تقلقوش مني، بس على بالي الكاطو فيه فايده مليحه وراهو يجيكم كاطو مليح كيكه مليحه تاع الصيف. هنا كي خلطناها لحناها كامل في السلادي، نلوحو لها نضيفو لها لي بيبيتو شوكولا، يعني مورسوات تاع شوكولا، واللي ما يحبش ما يديرش، سما حاجه اضافيه
اللي كي الاختيار انا درتها باسكو ولادي يشتيو الشيكولا، هاني خلطتها مليح، سما ماشي تاع تعديها لا تهبط لك ولا، خلطيها مليح. وهنا تضيفي لها لي بيبيتو شوكولا، ما عندك شوكولا قاده تكسريها هكا تفتفتيها وتلوحيها، ويا ما كيش حابه ماشي محتم سي با اوبليجي. وهنا ندخل الخليط في بعضه، هنا كي نخلطها نروح نبدا نعدلها بنحطها في لو بلا تاعي. لو بلا انا درت له شويه تاع زبده وعدلته بالفرينه باه ما تلصقليش. نبدا نفرغ نفرغها بيان، ها الخليط مخلط مليح. اذا عندي كما يقول واحد دي فوت تاع هضره ما ديروش عليا، راني شويه ستريسيا. هاني نفرغو ومن بعد نعدلو مليح في البلا تاعي. وكما قلت لكم نحطها درك الفوره وسخون، انا حطيته على 180 درجه. كي نحطها نقص الغاز تاعي بين 160 150 الماكسيموم لو طون، سي يوصل لك حتى الوقت او موان ساعه ساعه. درك هو يطيب انا نخدم لا كريم شانتي تاعي. لا كريم شانتي انا باش نخدمها بالسكر والفاني ولا كريم ليكيد، واللي ما عندوش لا كريم ليكيد يدير تاع لا بودر. انا هبنا بقات لي طرف من تاع الكاطو راح نكملها برك، والسكر على حسب الذوق، على حسب الذوق. انا قاعدة نديرها ما بالشوكولا، ديروها بشوكولا بيضاء شوكولا ولي شوكولا ونواخ ذايبة، ما تضيفيش السكر. انا اليوم درتها بالسكر تما تجيكم حاجة خفيفة وبنينة وما تهبطش. هنايا دوك نبدا نفرغ لا كريم ليكيد اللي بقات لي تاع قبيلت، ما بقاش فيها ما نضيعهاش. ونحط نحط الاخرى اللي حنحلها جديده. هكا فرغيها كامل وتبداي تخبطيها. اللي عنده الباتير يدير بالباتير، اللي عنده البيتخان يدير بالبيتخان، اللي ما عندوش لا كريم ليكيد يدير بلا بودغ ويديرها بالحليب ولا بالماء ولا. هنا راني درت في 5 كويير تاع دو سوكر، يعني خمسة تاع مغارف تاع ماكلة تاع سكر، ونخليها تميلونجا مع بعضها. وشرط لا كريم ليكيد تاعك ولا تكون باردة. درت هنايا ليكستري دو فاني، درت دو غوت بور لو غو، زوج قطرات على جلد الذوق. نبداها بفيتاس نورمال، ابخي نزيد في لا فيتاس ندير الماكسيموم حتى العشرة. سما تبدايها فيتاس نورمال، كي تبداي تحكم روحها طلعي لا فيتاس تاعك، راهي تخدم 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 حتى ترجع الكريم، وتحطيها في الفريغو باه تبرد حتى يطيب الكاطو تاعك ويبرد. خاطر كون تحطيها على الكاطو سخون اي راح تذوب، لازم الكاطو يكون بارد. ميم تحطيه في الكونجيلاتور ما يسهل والو. هنا لا كريم راهي تتخلط، هنا لا كريم بدات تحكم روحها، هنا لا كريم بدات نزيد شويه نطفيها. هنا يبقى الخليط لا كريم شونتي تاعنا قاعده تدور، لازم تخدم مليح، نعطيو لها الوقت خليها حتى تشوفوها بيان ايكريمي، يعني كريم تخرج لكم. هنا راني زربت، هاي هنا شوفوا بدات تطلع بدات تخدم. هنايا نورمالمون سي بون، دوك نشوفوها انا نشوفوها مازالت شويه خفيفه، مازالت ناقصها شويه، نزيدو نخليوها تخدم مليح.
خاطر كي تخدم لكم مليح ميم الغدوه تبقاوها تلقاوها حاكمه روحها، سورتو لي يخدمها بلا كريم ليكي تقعد لك دو جور تروا جور في الفريجيدا ما تبوجيش، واللي يحب يزيد فيها لا ماسكاربون يزيد الماسكاربون تجيكم هايله، يعني ننصحكم بها البنات. هنا ساي ماما اللي فخت اي واجده البنات، وما تنساوش الجاتو اكو طيبوه قلت لكم ساعه، انا الجاتو راهو طاب لي ميم با في 45 دقيقه، شاك فوا دقيسو بموس كي جبدوه شايح سماو طايب. سا ديبون انا وعندي كويسون فونتيلو، سا ديبون الفور اللي عندكم، مش تحطوه ساعه وتخليوه ساعه ساعه طلو من 30 مينوت وروح 30 دقيقه بداو عسوه. هنا الجاتو انا جبدتو خليته برد بيان خاطر كون نديرو هو سخون راهي لا كريم راح تذوب. هنا كي جيت نديمو ليه هاني فزتو شويه وكي غفلت مع ولادي لقيتو حمالي بزاف من فوق، يعني موان 5 تحرق لي مهما كان عندي الاولاد وعندي التربيه ما نسيتو. هنا نقطع الكيك تاعنا نقطعو على زوج وما يجيكمش خشين بصح يجيكم خفيف بزاف بزاف. كي نبداو نقصوه نقصوه بالعقل سينو ويتفتلكم فوالا، ولازم كيما قلت لكم لازم يبرد سينو يتحل. هنا نحليته على زوج، وحده حطيتها من تحت وحده من فوق. بنات انا قلت لكم هو شويه طابلي بزاف من فوق ما تخليوش يحمر كيما خليته انا، هو خفلت عليه دقيقه فالموسينك تحرق لي. هنا واش نجبد لا كريم تاعي من الفريجيدير راهي بارده، نحكم لا بوش تاعي لا بوش ادوي ولا دوي لا دوي نخدم بسيس بي ويلتون، هو نيمبورت كيل دوي تخدمي بها تحبي حتى ديري بلا كوير مش محتب زعما انا برك عد زين برك تقدري يتفرغي بالمغرف وتعدليه. نعمل لابوش تاعي ونبدا نزوق على ذوقي، كل واحد يخدم على ذوقه. ميم تحطي تهزي بالمغرف وتعدليه ديتاليه فوق فوق الكعكه او يجيك مليح باسكو كي حتقفليه. هنا نبدا ندير التزيين تاعي، فوالا سما عشوائيا برك ماشي زعما لازم تخدموها خاطر راح يتضرك. هنا كملوا فوالا نعمروا الفراغات كامل فوالا. لا وخاص كملنا راني نشوف لا كريم تاعي راهي جات قليله، المهم قفلناها كملناها عملنا فراغات دركا نقفلوها. شوفوا كيفاه يتفتفت وحده تاع موجي خفيف، راني قلت لكم راه قريب يتحرق لي. فوالا نبدا نعدلها ونزيد نعدلها مليح ونزيد نعمر لا بوش تاعي باللي بقات. البنات لا كريم جاتني قليله، اللي حاب يزيد يعاود يدير لا كريم ويعاود يعدلها مليح. ها هو انا نكمل برك باللي عندي خاطر من بعد ندير الكراميل وندير النوا دو بيكون وندير الموز. البنات يحب يكمل لاكريم يكملها ويدير الكراميل. انا ما بقاتليش لاكريم، هنا الفراغ اللي بقى لي في الوسط راح ندير عليه الكراميل. الكراميل يجي نهار وندير لكم لا فيديو تاعها.
سي كراميل و بور سالي. نعمر الفراخ كامل. المهم البنات تزين او كل وحده وتزينها صفاصه. شوي لا كريم بغاش تحكم روحها مليح خاطر الكاطو مازال شوي سخون ما بردش مليح. نزيدو نكملو لا كريم نغطيو الفراخ كامل. من بعد نزينو بلا نوا دو بيكون والبنان وتحطوها في الفريجيدار تبرد. هنا هنا تزيد نعدلها سما هو في المطبخ في الكوزينه لازم يكون عندك دي زيدي. انا كي تسمى لا غوسيت ما كنتش نحطها هيك عندها تزيين اخر مي كي ما بقاتليش لا كريم راهي نزين واش قال لي راسي. قلت لكم نبدا نحط وحده من وحده منا. المهم نزينها كيما يحب الواحد سما سي با اوبليجي ديري لها تزيين باهي باسكو عدليها على غوستوك. نزيد وحده من وحده من هي فوالا. هو انا كون غطيتها كل بلا كريم كنت الكراميل راح نغنسيها من الفوق فوالا. نزيد نحط فوق الكراميل هذا نزيد نحط منه نزيد نحط بنيت ما نساوش البنانة اللي خليناها اخي في لاغوسيت. قلت لكم كاين ثلاثه زوج نديرو بهم الكعك الكيكه والوحده هذيك غير للتزيين برك. نجيبها نقصها روندالات وجيسين نعدل بها. بنات الكيكه هذه والله يعني ننصحكم ديروها جربوها تجيكم بنينه اسمها حاجه بارده خفيفه المكونات كل عندنا في الدار هذه يعني ننصحكم ديروها راهي حاجه مليحه. هنا نزينو برك ما هذه انا درتها لداري لولادي. هنا نزيد نحطو هنا هنا المهم كل واحد يزين على الذوق تاعو. هنا فوالا هكا خلاص كي حنا قريب نكملوها مبقاش هادي واحد نحطها هنا ولا سي بون مالك الله سينو تجي ما هاي كيفاه تجي البنات. فوالا هادي كيما يقولو كيك وبنان وكراميل فريمون البنات جاتو مليح تحطوه تاع صيف بارد سورتو لي عندو البنان طايب سماي اولويتي شو اون بريفيرونس نجيو نخدمو بها حاجه كيما جاتو خفيفه للولاد يجوك لي زانفيتي ولا تحليه في رمضان ولا المهم تحليه خفيفه وبنينه. ابقاو على خير البنات وما تنساوش بارطاجي ابوني.